إذا هلا رح نستعمل السيمولينك عشان نحل نفس المسائل اللي حليناها المرة الماضية جماعة. رح نحلها اليوم باستعمال السيمولينك. هاي هيك بنفتح فايل سيمولينك جديد من خلال الماتلاب. هيك بس نفتح فايل جديد أو نفتح السيمولينك عفوا. هلا بنفتح موديل جديد. الإكستنشن تبع السيمولينك رح يكون إيش؟ الفايل تبع السيمولينك لما خلصنا MDL كمان موديل. والمات والM فايل رح يكون دوت. فلما تخلص الفايل السيمولينك والخزنة راح يكون دوت ام دي ال يعني موديل. وبامكانكم على فكره بعدين لما تصير متقدم بالهاد بامكانك تبعت داتا من الماتلاب للسيمولينك بامكانك تطلع داتا من السيمولينك وترجعها للماتلاب. هذه طبعا المراحل المتقدمة تصير تستعملها كانت تستعمل هاي. هذه مفيدة جدا أحيانا لأن مرات بدي داتا من السيمولينك أخذها وأحللها وأعمل عليها تحليل إضافي. إذا حتى نسمع نبدأ فايل جديد أو نبدأ موديل جديد نكبس على نيو موديل. هي صار عندي موديل جديد. كل الشغل بيشتغل على درايف أند دروب. فمثلا خلينا نبدأ أول شيء بالسورس. إيش كانت الفورس عندنا في حالتنا؟ ستيب فانكشن. وعلى فكرة في عندنا رام كمان وفي عندنا ساين ويف. بس خلينا هلا نشتغل على step function زي ما اشتغلنا من هون. نسحب step function نحطها هون. راح تلاحظ لعمل double click على step function تفتح البارامترز تبعتنا من هون. خلينا نعمل step time يعني الوقت اللي بتغير فيه من 0 ل 1 هو 0 time. والفاينل فاليو تبعه هو 1 نيوتن. هي صار عندي step. هذا هو source. السينك يعني هو الاوسيلوسكوب اللي بدي اشوف عليه ايش اللي بيصير. فالاوسيلوسكوب مبين انه 1 انبوت بس يمكن كان تحط اللي بعدد الانبوتس اللي بدك اياه. اللي راح اعمله على فكره هون راح خلينا نحط هون خلينا واحد 1 انبوت خليه 1 انبوت هلا بعدين هلا بدنا ناخذ خلينا ناخذ ترانسفير فانكشن فراح اروح على كونتينوس واخذ الترانسفير فانكشن من هون احط الترانسفير فانكشن هون اذا راح ادخل هلا على الانبوت هلا بدي اضبط الترانسفير فانكشن خلينا ناخذها في حاله الاندر دامت الاندر دامت شو كان عندي الكوفيشنتس 1 2 و10 2 10 كان الستيفنس تبع السبرينج 2 كان الدامبنج كوفيشنت 1 الماس والنيوميريتر كان 1 بعدين عندي راح اخذ الاوتبوت اوديه على مش راح اوديه اول على السكوب بدي افكر كيف ممكن احط الانبوت والاوتبوت فوق بعض عشان اشوف كيف العلاقه بينهم فراح اخذ شيء اسمه مالتيبلكسر دي مالتيبلكسر لا مالتيبلكسر راح اخذ مالتيبلكسر هون المالتيبلكسر هو عباره عن بدمج التو سيجنالز مع بعض فمرات تروح السيجنال هاي مرات تروح السيجنال هاي على الاوسيلوسكوب وفعلا الاوسيلوسكوب اللي انت بتشوفه بالمختبر هو اصلا مش تو شانل هو شانل واحد بس التو شانل شو نعملهم؟ مالتيبلكسر مره نقطه بتفرجيني هذا وسط ومره بتفرجيني هذا وسط بس بتصير بسرعه عاليه انت ما بتشوفها شفتوا الاوسيلوسكوب استعملوه في المختبر اللي هو 2 شانلز هو فعليا 1 شانل بس في داخله مالتيبلكسر اذا نفس الفكره اللي موجوده هون نرفع شوي هاي نرتبها من هون ناخذ هذا من هون هلا احنا مرات بنحط الانبوت والاوتبوت فوق بعض عشان نشوف العلاقه بينهم فانا في الحاله هذا راح اعمله حتى اخذ اوتبوت النقطه هاي لازم اكبس الكنترول انت ما بتشوفوه من عندكم بس هذا اذا ما كبست الكنترول ما راح ياخذ لما كبست الكنترول اخذ النقطه من هون هلا هاي مش مرتبه هيك نرفع هذا النقطة لفوق. إذا صار عندي ترانسفير فانكشن جاهزة سهل جدا صار عندي هاي الأوتبوت. هلا إذا بعمل رن خلينا نعمل رن لمدة 10 ثواني زي ما عملنا المرة الماضية. راح يعمل رن بعدين بيطلع صوت معناها إنه خلص إذا نعمل دبل كليك على الاوسيلوسكوب. وعادة أنا بعمل أوتو سكيل. أوتو سكيل. ليش واحد فوق وواحد تحت جاي مش فوق بعض جاي؟ أنا اخترت واحد نيوتن. واحد نيوتن والاوتبوت شو طلع عندي؟ بوينت 1 مش هيك؟ هي العشر اللي بنحكي عنه نحن بس بعدين هذا وحدته ايش؟ هذا displacement شو وحدته؟ 100 متر وهذا فورس وحدته نيوتن اوكي؟ اذا هي عندي الاوتبوت وهي هلا لاحظوا قديش كميه الاوفر شوت؟ قديش عماله بوصل تقريبا الاوفر شوت؟ قديش قيمته النهائيه اللي راح يهدى عليها؟ 0.14 مش هيك؟ لكن هلا عماله بوصل تقريبا قديش؟ 0.14 يعني قديش كنسبه زياده اوفر شوت؟ 0.14 تقريبا 40% مضبوط؟ كنسبه 40%
ولذلك بنقول الاوفر شوت مقداره مثلا 40% او 10% او 5%. واضح هاي النقطه؟ وهذا البارامتر مهم راح نضل نحكي عنه. الاوفر شوت قيمته هالقد. لاحظوا كمان هون عندي في شيء اسمه بنسميه الرايس تايم. والرايس تايم هو الزمن اللي اخذه حتى وصل القيمه النهائيه اللي هي 0.1. هو تقريبا قديش هون؟ حوالي 0.6 سنتيمتر. فبهمني هلا لاحظوا هذول الرايس تايم والاوفر شوت اشيين بالانس، بدي اعمل بالانس بينهم، ممكن احسن واحد اخرب الثاني بعدين لما نشوف في الكنترول سيستمز. طيب شوف شو راح نعمل هلا، راح اخذ هلا السيستمز الاثنين، راح اغير الدامبنج بحيث اني اشوف لو كان هذا السيستم كريتيكلي دامب ولو كان اوفر دامب. هلا حتى يكون هذا السيستم كريتيكلي دامب قديش بدها تكون؟ 2 بدها تكون 4 في 10 40. ايش الرقم اللي بدي اضربه ربعه حتى يعطيني 40؟ حوالي 6 مشان او شوفوا ايش رح نعمل. راح اغير هلا البارامترز هون تماما، ارجع من البارامترز اللي كان عندنا من اول، فكان اربعه هي اربعه هاي خمسه، هاي بدينا فيها خمسه، خلينا نبدا فيها خمسه وبعدين راح. وهذا راح اقدر انبوت هلا مؤقتا، وشوف شو راح اعمل حتى نشوف الثلاث انبوتس فوق بعض كلهم. راح انسخ هذا كوبي كنترول سي كنترول في. بقدر اسميها ايش؟ راح اسمي هذا، هذا ايش كان عندي؟ هذا كان الاوفر داب. وهذا راح اعمله كريتيكلي. وهذا راح يكون الاندر دامبت. بعدين راح ازيد عدد الانبوتس تبعت هذه المالتيبلكسر من هون، راح اخليهم ثلاثه انبوتس. راح اخذ هذا هون وهذا هون وهذا هون، وراح ادخل نفس الانبوت على السيستمز الثلاثه كنترول. وبعدين كمان كنترول ايش يقدر يعمل؟ هي صار عندي هلا الانبوت نفسه داخل على السيستمز الثلاثه، وعشان اقدر اقارن راح اسحب هذا السكوب لتحت. هي صار عندي 3 انبوت. هلا بدنا نظبط هلا هذا اوفر دامب لانه 5 تربيع اكبر من 4 في 4 16 مضبوط. بعدين راح نعمل هذا 4 و4 بحيث انه يصير كريتيكلي دامب، بصير عندي 4 تربيع راح تعطيني 16 وتساوي 4 في 4 في 1، اذا هذا راح يكون كريتيكلي دامت. وهذا راح انزل الدامت الى 3 مثلا، راح يصير 1 3 4، هذا راح يصير اوفر اندر دامت لانه 3 تربيع 9 ناقص 4 في 4. اذا هذا السيستم جاهز عندنا مش هيك؟ نعمل ران، نعمل ران هيك. شايفين هون هذا في اوفر شوت بس خفيف الاوفر شوت. لو بدي ازيد الاوفر شوت شو بعمل؟ بنزل الثلاثه اللي هون. لو نزلت الثلاثه وهي الكريتيكال دام وهي الاندر دام هون، لو نزلت مثلا هاي من ثلاثه انزلها لاثنين هي زاد عندي الاوفر شوت. من الاشياء اللي راح نناقشها بالتفصيل راح نتحدث عن الاوفر شوت، راح نتحدث عن الرايس تايم، راح نتحدث عن السيتلينج تايم، راح نتحدث كمان عن الستيدي ستيت. هذول اربع مهمين بالنسبه لنا راح ندرس اي كنترول سيستم راح ندرسه راح يتعلق بهذه الاشياء. ماشي واضح؟ واضح كيف عملنا هذا السيميليك فايل؟ راح اخزن كمان هذا السيميليك فايل راح احط لكم اياه على الموقع عشان تحددوا. في اسئله؟ يلا.